خليني أخذ المكالمة الأولى من فلسطين. سلام المسيح. مريم من فلسطين، أهلا وسهلا، تفضلي أخت مريم. سلام المسيح لك ولضيفك العزيز، حقيقة احنا معجبين فيه كثير، برضو احنا بنسمع برامجه كثير. فأنا عندي أهلا. مداخلة بالنسبة لنبي وأعظم النبي. في عنا في سفر تثنية 18 عدد 18 برضو، أقيموا لهم نبيا، الله بكلم موسى، أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، يعني نبي عادي. بس في نفس الإصحاح عدد 15 بيحكي ربنا يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون، فأصبح أعظم من نبي مشابه الله. وبرضه كنت حابة يعني أدخل بالنسبة للسامرية، بس الأخ يوسف رياض سبق، هو فعلا لما حكى لها ادعو زوجتي وتتنبأ أنه لها 5 أزواج، قالت له اعلم يعني ارى يا سيد انك نبي، وفعلا راحت بشرت مدينتها اهل المدينه واجوا، فعلا شافوه اعظم من نبي، امنوا فيه لانهم شافوه اعظم من نبي. وفعلا نعم، وفعلا مثل ما قالت الايه سيدة. المسيح هو مخلص العالم، هذا يعني اخيرا الاعلان الكامل اللي وصلوه السامريين. نعم نعم نعم، شكرا لكم، الله يبارك بعد محبتكم. ربنا يباركك يا اختي مريم، ربنا يباركك، شكرا كثير لك. اي تعليق اخ يوسف؟ تمام، يعني هو اعظم من نبي طبعا، وحكايه مثل يمكن عامله شويه ربكه عند بعض الناس في اي شيء المسيح يشبه موسى. في الحقيقه في مشابهات كثيره، لكني اقتصر على اهم 3. كان موسى اول من عمل ايات، وكان المسيح أعظم من عمل آيات. موسى عندما أول آية عملها حول الماء إلى دم، المسيح أول آية عملها حول الماء إلى خمر. حاجة تانية أن موسى شغل وظائف 3، نبي كاهن ملك إلى حد ما، المسيح تمت فيه بصورة كاملة. لكن الحاجة الأخيرة والمهمة أن موسى وسيط العهد القديم، بينما الرب يسوع المسيح وسيط وضامن العهد الجديد. الناموس بموسى أعطي، ولكن النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. بيتكلم كتاب عن موسى كان خادم في البيت، أما لكن المسيح هو الابن على بيت الوريث. صحيح.